just not. دونك بدينا يا سلام مستر كاراتي مستر كاراتي ديولون يا سلام اجدور اوربان سات الجميع كان كينتظر المقابله يا سلام سلم على ولا تكلم سير على الله اجدو هاد اللاعب هذا يا سلام دهني صراحه تنعرفوه من ايام جي جي بو كان قديم حار مسموم شحال هذه ولكن او واريور بايسن تاكوما مستر كاراتي ماذا سيفعل مستر كاراتي عليه الضغط رهيب عجيب ضليد سير يا سلام تاكوما مستر كاراتي ديما تنقول تاكوما ما تشدوش عليا يا سلام ديولون شحال الضغط يا سلام ديولون حار مسموم ربنا هذا يا سلام او بيتان ستريس كان عليه يدير كومبو بلدي تقليدي بلدي ما عرفتش علاش خرجت له ديك الدفعه ما عرفتش شنو كان باغي يدير اصلا ما كاينه حتى لعبه برجل كتمكن لها تكمل بهذاك الكومبو ديولون ديولون اوه يا سلام ديولون تريني حزم مرسل يا سلام هي جميلة اوه فوالا سيف يا سلام واريو بانسان تي فقد اللاعب ديالو رقم جوج دونك اجدو باقي باللاعب ديالو يا سلام اجدو بين على واحد المستوى رهيب تسلخ ويتلطق لنا كلشي يا سلام جمل كوكب المراكش يا سلام طن فوالا ديولون شين تنعاود بانه احسن شين كاين هو ديال واريور بايسان نشوفو واش غادي يدير فوالا هي برا واريور بايسان فوالا شوب يا سلام طب جيري يا سلام احسن تنذكر بانه شين احسن لاعب بالنسبه لواريور بايسان دونك اللاعب رقم جوج ديال يوري بالنسبه لاجدو يا سلام بيان جوي يو فوالا اوب كومبو اي بيان جوي ما تيبغيش حيتي يخلي عليه الاشتي يا سلام التفكير رهيب ديال اللاعب اجدو يا سلام فوالا اكتيفي اشتي ما تيبغيش من الاحسن له انه يغاردي باش يبقى لاعب يا سلام وي يا سلام فوالا سلام لاعب اجدو كيلعب بلي درايف ما فيه اللي يلعب بالاشتي فوالا كيني المقابله رقم واحد بالنسبه ليه فوز اجدو جيم كسم مطرطق سبيسيال مطرطق سبيبات كيطرطق به الارض كلشي مزيان جيم حزم مرزم دونك اون انشين توجور مع لا دوزيام مونش اسبيرون انا نشوفو عاوتاني مقابله زوينه دونك بطاطي بطاطا كيدخل بكيم يا سلام واريور كيبدل تيدخل بكيم دونك عندنا كيم مستر كاراتي شين دونك جو بونس انه كيم غيكون في الرتبه الاولى دونك مستر كاراتي الثاني كيم تروازيام دونك بغى يقاد ليكيب ديالو الميزان الجولة الثانية الآن كنلاحظوا اللاعب واريور بايسن كيرجع عليه أجدو واريور بايسن خدا الثقة في راسو شوية هاي كنلاحظوا واريور بايسن خدا الثقة فوالا ان شونجمون بسيط في الترتيب ديال ليكيب ديالو تيأثر فريمون بيان جوي دونك يوري كيسكيل فافير
فوالا كيساين الهجوم ديال يوري ما فيه لي بريسي حيت يوري لا بريسيتيها في الاول ما يمكنلكش يبقى يساين اونتيسيبي دونك فوالا جو بونس انه كيساين باش يخسر لي ريسورس فوالا اكزاكتومون كيساين يخسر لي ريسورس باش يدخل جو بونس فوالا اكزاكتومون فوالا قد تغرى او جو بونس انه كوندر كون بدل كومبو من التحت ببي سلو فوالا فوالا كاين هي الجوله سي بيان سي بيان شين عنده لي ريسورس عنده لي ريسورسين وعنده جو بونس درايف دخل بدرايف عنده درايف فوالا كيشرب تنذكركم بانه كل شريبه ديال شين كتزيد 10% دونك دابا فوالا عنده فوا دو دونك عنده 20% في لوكو شاك كو دابا كيتزاد عليه 20% فوالا اكزاكتومون هذا تيدي كيسال بهذا السوبر هذا حيت كيدي بكثر فوالا اكزاكتومون فوالا يا سلام فوالا وي فوالا علاش واريور بايسان انت فاضت واريور بايسان انت فاضت واريور بايسان جوع واريور بايسان ماشي جوع نوع جوع شاو كيم اخر لعاب تنذكر سيدي سيدي ديال اش دو كيس كيفا فيغ جو بونس انه غادي تكون مقابله كبير او فوالا بروفوكاسيون جميله ديال شين بالقرعه يا سلام جو بونس انه او فوالا تيني بغا يونسيسيبي ما يخسرش اش دي مخلي الاش دي ديالو ما مكاردا يديرو في الثلاجه محتاجو للطرح الاخر ديالو ما فيه اللي يخسر بينما الشريبات ديالو دابا عنده 20% في الكو فوالا شين كيحاول يشد القنت باغي تيقلب على لافاي باش يدخل شين دونك جو بونس انه سي فيني بوغ شين هاد لو روند هذا باش يسالي مع شين قرر اجدو انه اكتيفا كانت موفيز ايدي ديال اجدو جو بونس باش ياكتيفي الاش دي فهاد لو روند هذا كان باغي يسالي مع مي باغي يقشص حتى في لي سوبر ديالو un partout donc la dernière manche a dit je mets H2 contre Warrior Bison donc let's go Mr Karate a dit حاول éliminer Diolon par contre Diolon a dit حاول يضرب من بعيد وحيد عليه حتى هو مستر كاراتي ما عندهم يدير به ما عندهم يشوف فيه voilà يا سلام يا سلام H2 voilà bien joué H2 un pressing ديال دابا ديال Diolon مستر كاراتي كيرد عليه دونك مستر كاراتي دابا كيتحول المهاجم فوالا ديولون فوالا سوبر قطعة سوبر بيان جوي مينيميزا لي ديكا ديالو مع كرو لا غير معلومة جوي دا واو بيان تيني هاد الشلاط هادي بفوز واريور بايساند اون فوا تيخسر الطرح ديالو الاولاني تيولي واحد اخر كيترانسفورما اي فوالا مستر كاراتي كيكونتيني دابا عاوتاني هايبريسي نفس الاستراتيجي اللي بدا بها كيخليها يوري باش تخسر لي روسوس ديالو فوالا تيخليه يقطع لاحظ انه كيحاول فوالا اكزاكتومون داكشي اللي بغا جو بونس انه كان عليه دي سوبر ماما كان عمر لي كثر ولكن كان عليه دي سوبر جو بونس ديريكتومون خسر الاش دي مود خسر الدرايف ديالو فابور انا نلعب دابا اخوتي شين تيحاول البريس ديالو يا سلام شين مصيبه شين فوالا يا سلام علاش ما كنقاط لا واش ما بغاش يقطع بغا يخليها لكيم بيان سور واو بنادم تيفكر في الروند اللي موراه اون بلان ماتش كيفكر في الروند اللي موراه ما باغيش يخسر الاش دي قيم عند شين راه اش دي ديالو راه غيقرعك شين فوالا يا سلام زوينه فوالا شدو اش دي اكتيفي اش دي مود اكتيفي او بيتان او ناري لا 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 وي واش هادي ريزيت يا سلام ريزيت اي سالينا جوني فوالا اكزاكتومون بيان جوي اش دو تلونسي لا نوفيل عاجل حصريا على الجزيره اش دو كيدوز اللوزر براكيت
واريور باي سانتي إليمي اليوم أجدو المنافس قوي أجدو اللوزر باقي له اللوزر يقدر يعاود يطلع أجدو في اللوزر أجدو في اللوزر بار كونتر واريور باي سانت هو الوحيد اللي يقدر يحيد أجدو لحد الآن أجدو لوزر